قال بعض العلم: لو أوقف الرجل أبر أولاده، قال: يا ولدي، كلما رأيتني جالس بعد الصلاة استغفر لي، لعجز أبر الأولاد أن يقوم بذلك. لكن الله جعل ملائكة فقط إذا صلى جلس ما صلاك ها يستغفر لك ويدعو الله لك، اللهم اغفر لهم والله ارحمهم. هذه ليش نغفل عنها؟ بعض الناس لا يجلس ولا يعطي غيره فرصة، قم 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 ها، ولا أخرج من هناك، اجلس وحافظ الأذكار. ولقد رأيت شيخنا محمد صلى الله عليه ورحمة الله عليه لا يترك الأذكار بعد الصلاة أبدا يا أخوان، ما رأيت قط قام ما قال الأذكار، بل لو اجتمع عليه الناس عندهم أسئلة عندهم كذا عندهم كذا بعد الصلاة والكذا ما يسمح لأي واحد يبدأ، يقول اجلس حتى نكمل أذكار، وإذا كمل كلها قال اللي عنده سؤال اللي عنده كذا قفزوا عليه، اللي عنده سؤال اللي عنده معروض اللي عنده مشكلة اللي عنده كذا، لكن أولا كمل أذكار حتى يجلسوا الناس ويصيروا عدد من الناس كلهم ساكتين لما نخلص الأذكار. هذا شيء عظيم، لا تدع الأذكار يا عبد الله، اجلس في مصلاك، اجلس في مصلاك. الذنوب كثيرة، وسائل الطرق الخير أكثر، والله أكثر، لو حركت لسانك، لو استغفرت، لو صمت، لو تدبرت، تصامت أنت وتدبر لك أجر وثواب. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.